الفكر، فكر هذا الحزب، وكيف يسخر هذا الفكر لصالحه وليس لصالح المجتمع، وأيضا مصالح المجتمع التي ترتبط ب يعني بالدولة. كيف ترى سيد عادل استغلال هذا الحزب لهذا الفكر، والفكر أيضا الديني لصالحه، وأيضا اللعب على عواطف الشعب أو عواطف المواطنين وكسب مكاسب كبيرة لصالح هذا الحزب؟ هو بالنسبة للفكر أو استغلال عواطف الناس هي تنطبق ممكن على الأشقاء في اليمن، أما الجنوب بعيد كل البعد على الحزب الإصلاح أن يستطيع أن يؤثر. اليمن طبعا هي تعاني بشكل كبير جدا من مستوى الوعي، وتعاني جدا بسبب يعني تسلط القبيلة وتسلط يعني، وعندهم فوبيا وعندهم المرجعية الدينية يعني كلها مخترقة، حتى القبيلة مخترقة من جانب الإسلاميين اللي هم سواء كانوا من حزب الإصلاح أو من ميليشيات الحوثي، فهم جماعات كلها إسلامية. على العكس في الجنوب لا توجد هناك أي حاضنة خصوصا لحزب الإصلاح ولا للحوثي ولا أي أفكار إسلامية متطرفة. هذه الأحزاب، حزب الإصلاح هو بضاعة يمنية مغلفة تم صناعتها في اليمن وطباختها في اليمن وتشكيلها في اليمن، وثم صدرت إلى الجنوب في عام 94، حتى في عام 90 لم يستطيعوا حتى يكسبوا 1%. تم التصدير ويحاولون الآن حتى توابدهم في الجنوب من خلال الخلايا النائمة ومن خلال القلاقل ومن خلال دعم الموتورين ونشر الفوضى وكذلك شراء الذمم. فلو جمعت كل الجماعات التي هي تنتمي حزب الاصلاح في الجنوب، اما انه يعني دخل بسبب المال او دخل انه ينتمي الى تنظيم ارهابي او دخل له مصالح خاصه، اما انه توجد هنا قاعده او حاضنه في الجنوب، حزب الاصلاح لا توجد له اي حاضنه مثله مثل تنظيم القاعده الذي استطاعت القوات الجنوبيه ان تدحره عندما تحركت سيوب حوس خلال ايام الى خارج محافظات الجنوب. طيب سيد عادل، في ملف مهم جدا وهو ملف الإعلام. كيف تنظرون إلى إعلام حزب الإصلاح ودوره في الأزمة اليمنية؟ هو الحقيقة هو إعلام حزب الإصلاح هو الإعلام الأول في التحريش، هو الإعلام الأول في زراعة الفتنة، هو السبب الأول الذي أدخل نار الفتنة داخل صفوف التحالف العربي داخل صفوف معسكر الشرعية. فمنذ أن دخل حزب الإصلاح في 2016 بدأت معسكر التحالف العربي يتفكك، بدأ الإعلام يشن حربه ضد بعض. لو تلاحظ أنت جميع قنوات الإخوان كلها من المهرية إلى يمن شباب إلى بلقيس، كل تركيزها يتم على محاربة من هم في صف الشرعية سواء المجلس الانتقالي الجنوبي أو طارق عفاش. فحتى الإعلامهم وناشطيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما حتى واحد من جماعة الإخوان قد وجه انتقاله الميليشيا الحوثي، فهم متصالحين تماما مع ميليشيا الحوثي ويرون مسألة الحوثي هي عبارة عن اختلاف بسيط جدا ويمكن حلها بالتشاور والمصالحة ويتم التسوية سياسيا، لكن ينظرون إلى طارق صالح بأنه يعني حاقد وأنه يعني يمكن ينقلب عليهم ويبعدهم ويقصيهم، أو كذلك ينظرون إلى الجنوبيين بأنهم دالة يعني ناس يعني صومل وهنود وليس من حقهم أن يطالبوا بشيء. فحزب الإصلاح لعب دور سلبي جدا، إعلام حزب الإصلاح لعب دور سلبي جدا، وهو كان صاحب الشرارة الأولى في إشعال نار الفتنة داخل ثوب التحالف العربي وداخل معسكر الشرعية، وهو كل المشاكل التي يعانيها اليوم وكل الترهل وكل الضعف الذي يعانيه الشرعية أو يعانيه مجلس القيادة الرئاسي أو تعانيه معسكر المناهض الحوثي هو بسبب حزب الإصلاح وبسبب إعلام حزب الإصلاح وبسبب قيادات حزب الإصلاح.